صعبة وصعبة جدا. بما انكم بقى من اسكندرية، عايز استغل منى الحكاية واسألكم عن الأداء الأمني. بتجيلي شكاوي كتير هناك. اسكندرية دلوقتي عاملة ايه؟ بجد بموضوعية يعني. لا بصراحة أنا مش شايفة في مشاكل، يعني إحنا بننزل في بوليس في الترافيك نوعيس الترافيك في المواصلات في المرور, في المرور موجود طول عمر اسكندرية المرور بتاعتها مشكلة، بس في بوليس أنا بشوف بوليس بصراحة، فما أقدرش أقول إن في متعة. وإحنا ممكن لو في تأخير بسيط ما بيحصلش اللي حصل وقت الثورة، فأنا شايفة دلوقتي لا to an extent في سيكيورتي كويس، في امن كويس. استاذ محمد، الامن بعيدا عن المرور وكده، لسه الحكايه امان؟ بتجيلي صرخات لا ده اسكندريه. لا لسه الحكايه مش امان، لسه الحكايه مش امان للاسف، لسه الحكايه مش امان. يمكن احنا بنشوف الشرطه بنشوف الشرطه في الاماكن الظاهره، الاماكن الكويسه، انما الاماكن اللي هي الشبه عشوائيه، الامتدادات اسكندريه مش اسكندريه القديمه، الامتدادات الجديده اللي هي اغلبها عشوائيه، لا لسه ما فيش امان، لسه ما فيش لسه. احمد، الشكاوى كتيرة جدا من تجاوزات في اسكندرية، وحابب انكم لو تحطوا ده في جدولكم او جدول اخرين تحفزوهم لده، عن مخالفات رهيبة بقى في البناء. الموضوع استغل بشكل سيء جدا، موضوع هستيري بشكل، واسكندرية المعاناة فيها فوق الحد، في ناس بقت شايفة النور من كتر الحاجات اللي بتحصل. ايه كولاد اسكندرية تقدروا تعملوا لها ايه؟ في ناس عملوا يعني مبادرات برضو مختلفة، في ناس عملوا صفحة على الفيسبوك وكانوا بيصوروا المخالفات دي كلها وقت حدوثها يوم بيوم من بعد الثورة، وبيعملوا توثيق لكل حاجة بتحصل بالصورة وبالمكان، في انتظار ان يبقى في هيئة تبدأ تنفذ الإزالات. فكل ده في فايلات كاملة للكلام ده. لغاية دلوقتي احنا ما سمعناش عن اي جهة خدت مسؤولية ان هي تزيل المخالفات دي. للأسف المخالفات ما بقتش ان انت تعلي دور ودورين واربعة، احنا سمعنا عن عمارات بتطلع بالكامل من غير رخص، سمعنا عن مخالفات بتوصل 16 دور مخالف، فانت بتتكلم في رقم رهيب. طيب انا مش بكلمك على الدور اللي المفروض تقوم بيه الحكومة، وهي هتقوم بيه حتى لو اتأخر، هي مضطرة للحظة المواجهة ده هيحصل، ولكن بتكلم على الدور الشعبي اللي هو ممكن كده بفكر معاك على الهواء على الطاير، ان ممكن يكون في اداء تجريسي، عارف الجرسة اللي هو الناس اللي بتخالف دي ان احنا نجرسها، وبجد طول الوقت مفاهمينها ان احنا شايفين وعارفين ومش مرحبين بده. اعتقد ان نوعية الشخص اللي بيخالف ما يهموش الجرسة، يعني لازم نفرق بين شخص محترم متعلم بيمشي في اطار القانون، وشخص حياته بتنحصر في الخلاف او انه بيخالف، الشخص ده مش هيهمه انه يتجرس، ده يهمه او الطريقة الوحيدة لردعه اللي هي بقوة القانون او بالسلطة الجبرية. ففي فرق كبير، بس ما اقدرش امنع مثلا الناس، يعني ده هيمنع انا النهاردة ممكن في ناس كتيرة مهما كان ما وصلتش مرحلة الثقافة كاملة، ان هو بدل اروح اخد شقة في حاجة زي كده، اروح اجر محل في حاجة كلها مخالفة، ما نقدرش نحد من ده عشان ما يستفدش باي مكاسب حتى. احنا نقدر في طبقة معينة اللي عندها ثقافة معينة، بس خلينا نتفق على نقطة، احنا النهاردة المجتمع بيجري ورا السعر الرخيص نتيجة ان مستوى المعيشة عندنا بسيط. لما هيلاقي الشقة المخالفة أرخص شوية من الشقة المرخصة هيروح يشتريها. اللي نقدر نعمله توعية، لكن إلى حد ما. إلى حد ما. منى، لو لخصتي لي في النهاية مبادرة تحدي عبور مصر في كلمتين تقولي إيه؟ عشان مصر. عشان مصر. أحمد، بعد اللي هي قالته مش هقدر أقول أحلى من كده. محمد شربين، حاول تقول بقى، ما لكش دعوة. مصر جميلة. بشكرك. يا ريت نعمل لها كل حاجة حلوة. يا رب. انا بشكركم على المشوار والطريق، لكن خلاص ده جزء من التدريب على المشوار الطويل ولا حاجه اللي تقطعوه. استاذ محمد الشربيني، استاذ احمد الزغبي، استاذه منى المدني، نورتونا واسعدتونا، ودايما بنرحب باي مبادرات مهما كانت عشان بكره يكون احلى. بشكركم وربنا يوفقكم. بعد الفاصل استاذ جمال اسعد ضيف محطه مصر.